هنتكلم النهارده عن جزئيه مهمه جدا للتغيير. لازم نغير اليه التعليم عندنا، لازم نغير بيسموها الجندر، بيسموها ديمقراطيه التعليم. يعني الناس لما يكلم الاستاذ الحكم بينهم الايفيدنس، مش الاستاذ يسكتهم بالبلطجه الفكريه. الايفيدنس الحكم اللي بين النايب او الطالب والاستاذ الايفيدنس، الراي والراي الاخر بالايفيدنس، مش لا بالعضلات ولا بالسيميوليت. علشان نبدا الجزئيه المهمه ان احنا نطبق العداله والحريه في التعليم، لازم نفهم الكوريكولا ازاي احط منهج، لان البدايه بتبدا من المنهج، البدايه بتبدا من الامتحان. الامتحان تصميم الامتحان بيبدا في وقت من الدقيقه الاولى لتصميم المنهج، لان الطالب هيذاكر او هيمتحن هيجهز نفسه للامتحان حسب طريقه، او هيتعلم او هيذاكر حسب طريقه تقييمه. ولازم نوجه الطالب ازاي يذاكر بطريقه محترمه علميه ستاندرد علشان يمتحن عليها. فانا بوجهه بالامتحان. خلدون من مئات السنين بيركز على ان الايه؟ بيقول ان الناس بتقعد سنين وتقضي عمرها من غير ما يبقى لها قدره على الحوار. طبعا عشان ما عندك قدره على الحوار له اليه، له فهم، له مهارات تعتمد اساسا على الفهم. لو انا مش فاهم مش عارف اتحرك. لازم ابقى فاهم المعلومه، فاهم المنهج، فاهم العلم اللي انا بتحرك بيه. فمن مليون سنه بيقولوا الكلام ده، واحنا مع ذلك لسه. وعلى فكره اول ما نتكلم في حريه التعليم او ديمقراطيه التعليم ابن سينا، مش جون ديوي، ابن سينا اول واحد بيتكلم ان الطالب لما يكلم استاذه لازم يقول البرهان، يبقى الحكم بينهم البرهان. وطبعا علم المصطلح الحديث كله بيعتمد على الايفيدنس، على الحديث الصحيح والحسن، وده يقول دليل وده يقول دليل. الريفرنس. هنتكلم النهارده عن جزئيتين. يعني ايه كوريكولوم؟ البرنسبل تو رايتنج كوريكولوم والست ستيبس اللي انا هاف تو فولو تو رايت كوريكولوم. وبعدين هيبقى في شورت بريك كده هنتكلم فيه عن اب تو ديت فاهمينه، وبعدين هنفتح ديسكشن بارير تو ابروبريت ستودنت اسيسمنت. ايه اللي يهمنا ان احنا نقيم الطلبه والنواب والمدرسين ساعتين تقييم اوبجيكتيف اند فير. ايه اللي يهمنا؟ عايزين نناقش الكلام ده ونشوف هل في مانع ولا ممكن في الست شهور الجايين نبدا نطبق الستاندرد اند فير اسيسمنت. كلمه كوريكولم بتاعي اللي هو التراك بتاع السباق، بنقول عليها الخريطه، خريطه الطريق اللي ينتهي في نهايتها هدف عايز اوصله. هي خريطه الطريق، علامات على الطريق بتبعها عشان توصلني لهدف معين. فالكوريكولم او المنهج هو كده. والكوريكولم مش منهج يعني سيلبس، يعني مش يعني كتاب. الكوريكولم يعني كل شيء بيتم في العمليه التعليميه. طريقه التعليم، محتوى التعليم اللي هو السيلبس، الجو العام للتعليم ده نفسه جزء من الكوريكولم. العلاقه بين الاستاذ والطالب ده جزء من ازاي بيتعامل مع بعض، ازاي بيتواصلوا مع بعض. ده جزء مهم جدا بيسموه انفورمال كوريكولم. يعني الفورمال اللي بيكتبه، في حاجه اسمها انفورمال كوريكولم، الحاجات اللي هي مخفيه اللي هي بتاثر تربويا في الطالب او الدارس اكثر يمكن من الفورمال. ازاي ان الدارس يعتبر ان الاستاذ بتاعه قدوه، وازاي ان المدرس يعتبر ان الطالب ده ان هو منتج عايز يطلعه للبلد ويخدم المجتمع. ازاي الاحساس ده يكون موجود، وعشان الاحساس ده يفعل ايه طريقه تفعيله اثناء التعامل في العمليه التعليميه. كوريكولم شود بي اوبن تو كريتيك، يعني لازم يبقى لازم في تشينج، لازم في تشينج في اي شيء في الدنيا، لازم في تغيير كل شويه. ده عمليه السيلف كريتيك، عمليه التقييم المستمر، التقييم الذاتي المستمر ديت لا تنفصل عن اي خطه او عن اي مشروع، هي جزئيه بس. اخر ستيب الايفالويشن بيكون ازاي؟ البروسيس كلها، العمليه التعليميه كلها، للدارس للمتعلم هكذا. لازم الكوريكولم يكون له قابليه يتحول الى تاسكس، الى براكتس، ما يبقاش حاجات صماء، محاضرات، معلومات نظر. معلومات نظر هنعرف انها جزء من سته من المعرفه، يعني المعلومه النظريه ديت اللي احنا بنحفظها دي جزء من سته من
من القدرات المعرفيه عند الانسان، ده غير المهارات غير تغيير السلوك. Understanding the key points in curriculum، لازم اركز على الفهم، الطالب يطلع او الدارس يطلع فاهم، ما بيطلعش حافظ. طبعا من مليون سنه برضه اتكلموا عن الفهم المقيم، اتكلم عن الفهم، نعمة من الله على عبده، نور يقذفه الله بقلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره. وبيسموها critical thinking، بقرا تكست كده لازم اتعود، لازم نعود وندرس ازاي يطلع بالرحيق المعنيين، ازاي critical thinking يطلع ايه المعنى اللي ورا التكست ده. ما يبقاش يحفظ واطلب منهم ايه؟ انه يسمع في الامتحان وبعد اسبوع يكون نسي المعلومه. لازم اعلمه بطريقه الامتحان وطريقه التعليم انه يفهم وانه يحاول وانه يطبق وانه يخترع، يبدا يخترع ويبدا يطور في الاداء اثناء الاختراع ده او الانوفيشن. برضه له كورسات، ما هوش حاجه يعني واحد كده ربنا خلقه يخترع من نفسه. لا، الانوفيشن لها اليات برضه او تسعه. ممكن نعلمها برضه لاولادنا والدارسين كلهم. مكونات الفهم تبدا بالاكسبلانيشن، ان انا نعمل باكينج تو ماي فيو باي ايفيدنس، يعني ما هو رايت بدعمه بايه؟ باي ايفيدنس. ده اول حاجه في الفهم اللي هو الاكسبلانيشن. وبعدين الانتربريتيشن، ان انا بطلع استنتاج من المعلومه، طلع استنتاج خاص بيا، استنتاج جديد من المعلومه. انفرنس او انتربريتيشن. ابلكيشن، ان انا اطبق المعلومه اللي انا فهمتها على نيو سيتنج. يعني ما اجيبش الطالب، كنا زمان ناخد امثله الرياضه في الكتاب، المجاز زي المثال بالظبط ما اعرفش اجيبها بس المساله. ليه؟ لان ما كانش الاعتماد على اني بفهم، الاعتماد على انك بتعمل المثال وبعدين تعمل زيه، لو اتحرك شويه كده مش هتعرف ايه اتحرك معاه. برسبكتيف، ان هو انا بحلل الاراء الثانيه، لو انا قدامي ديفرنت فيوز او ديفرنت ايفيدنس، عندي قدره ان انا احلل وجهات النظر المختلفه. وبعدين احترم وجهه نظر اللي قدامي. يعني احط نفسي في مكان اللي قدامي واشوف ايه وجهه نظره، لازم احط نفسي مكانه عشان استوعب وجهه نظره. عن قناعة مش مجرد جدل. لا، ده بنتوافق على ارائي، عايز اوصل للحقيقه. وفي الاخر بعمل كريتيك تو ماي فيو. واوصل في الاخر للكونكلوجن. دي قال لي دي خطوات الوصول للكونكلوجن. خطوات الوصول او مكونات الفهم في اي قضيه علميه واي قضيه حياتيه. الكوريكولم لازم يكون بيوصلني الى، لازم يكون الطالب عنده جلوبال فيو اللي هو هيوصله. يعني من جزئيات المنهج لازم تكون في مخ الدارس انه عايز يوصل للجزئيات دي، عايز يوصل ليه؟ ايه الجلوبال بيكشر اللي هيوصل لها؟ لازم في ستودنت انجيجمنت، مشاركه في العمليات التعليميه، ان الطالب نفسه حتى يكون عنده سيلف ليرنينج. بقول مثلا لو دخل على اب تو ديت وهو طالب، هيطلع مستغني عن استاذه بعد ما يتخرج، لما اصبح عنده ذاتيه تتعلم. ودي مهمه، لان هو انت مش هتقدر قاعد معاه. لما تعلم ابنك من صغره والطالب من صغره ان هو عنده سيلف ليرنينج، لونج لايف لونج ليرنينج، خلاص هيدعم يتعلم كل يوم، هيكتسب معلومات جديده. اول ستيب من ان انا اكتب كوريكولم، ان انا ارفع المشكله، زي اي بلان، زي اي بروجكت، ان انا بعمل نيدز اناليسيس او برفع البروبلم ايدنتيفيكيشن اند نيدز اسسمنت. برفع المشكله اللي موجوده. اي مشكله او اي بروبلم بشوفها بتاثر على مين، ايه طبيعتها وبتاثر على مين، عشان اقدر الناس دي يتم اللي اشتغل عليها وبتأثر على ايه؟ هو ده محتوى الكوريكولم. زي مثلا مهارات الاتصال، مهارات الاتصال مثلا لا تدرس مثلا في معظم الكوريكولم عندنا مثلا في كليه الطب. فهي مهمه جدا ان انا بتعامل مع زميلي، بتعامل مع ممرضه، بتعامل مع عامل، بتعامل مع مريض، واعلم مريض، واخد كونسنت المريض. كل الكلام ده مهم، لكن احنا معظم الاقسام على الاقل لا تدرس مثلا. يبقى انا نيدز اسيستنت بروبلم ايدنتيفيكيشن، ان في مشكله في مهارة اتصال بين الدكتور والمريض في التعامل معاه. حتى ان ديفيكال سيتويشن. أو بين الدكاترة البعضية وبين الأقسام البعضية. يبقى أنا رفعت المشكلة. طيب المشكلة دي بتدرس في الأقسام لا تدرس، يبقى دي الكروجرام الجديد لازم أحط منهج أو كورس عن
اللي ال communication skills وما يتبعها من التقييم. ال problem identification and needs assessment هي أساس كتابة ال objectives. يعني أنا بعتمد لو عندي مشكلة يبقى دي هي ال objective بتاع اللي هبدأ أدرسه. يعني احتياجاتي كدكتور تفكير ان انا اعمل انتجريشن، ان انا اعمل كوميونيكيشن سكيلز، يبقى دي احتياجاتي، يبقى هي ماي اوبجيكتيفز، ده الاوبجيكتيف بتاع المنهج. انا اعلم الطالب بحيث يكون عنده مهاره اتصال، يكون عنده يعرف يعمل انتجريشن وهكذا. يعني الاحتياجات دي او المشاكل اللي برفعها، زي كان عندنا مشكله من كام شهر في مشكله في اجهزه التفكير مثلا، يبقى مشكله في اجهزه التفكير ديت يبقى لازم احطها مثلا في ماده الفيزكس في الانستيزيا. لازم الدكاتره تتعلم بحافظ تركيبة اكنه مهندس، حافظ جهاز وعارف مشاكله وعارف ترابل شوتنج وعارف الالارم بتاعي ايه وعارف الاعطال بتاعته ممكن تحصل ازاي اتعامل معاها. يبقى دي جزئيه، يعني في مشكله حصلت موربيديتي اند مورتاليتي ميتنج عرفت ان في مورتاليتي بتحصل نتيجه دي ديسيجن او كوميونيكيشن بين اسم الناس مثلا في حاله ضايق من اسبوعين وبين اسم تخدير او اسم ثاني. يبقى المشكله دي في كوميونيكيشن بروبلم. يبقى اعمل مثلا اعمل جوينت بالبروجرام دي، اعمل جوينت موربيديتي مورتاليتي ميتنج بين الاقسام بحيث نشوف ايه الديفكتس في علاج المرضى اللي بدنا نستوعبها في البروجرام الجديد. يبقى المشاكل دي هي اساس تكوين او كتابه الاوبجيكتيف جولز اند اوبجيكتيفز، وهي اساس التقييم بعد كده. يعني انا بكتب جولز اند اوبجيكتيفز وكل اوبجيكتيف اعرف ان له طريقه تقييم. يعني معلم دكتور تخدير انتوبيشن هو لازم اعمله انتوبيشن ديفكتي ايه في مشكله. معظم المورتاليتيز في الانستيزيا بتتم من مشاكل في الاير واي. يبقى انا لازم اخلي دكاتره التخدير بروفيشنال تو مانج ديفيكالت اير واي. ده اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف ده لما اجي اقيمه همتحنه ازاي؟ انا عايز اعرف ان هو عنده مهاره انتيوبيتنج ديفيكالت اير واي، ما امتحنوش ام سي كيو، لا امتحنه لونج اي سواء هو ايه اسال بوليتيكال ديفيكالت اير واي، مش هي دي طريقه الامتحان اللي هي تناسب الاوبجيكتيف بتاعه. مش نازل هدفي من الطالب يتخرج عنده مهاره ان هو يعمل انتيوبيشن كتير وفيش. طريقه الامتحان هتكون عملي. بجيب له سيتويشن، اجيب له مانيكان، اشوف له عيان، واقول له اتصرف اعمل لي انتيوبيشن. يبقى المشكله تحدد الاوبجيكتيف، الاوبجيكتيف هيحدد طريقه الامتحان. ولما هو يجي يمتحن هيعرف انه هيمتحن عملي على جزئيه ده هيتم، هيركز على انه يمرن نفسه بالطريقه عمليه ومش مجرد انه يحفظ.